تاني؟ الحقوق دي مش هتفيد، بالعكس ده هتقضي على الفاضل في قلبك. مفيش حاجة جايبة نتيجة. كوابيس، كوابيس مال عليا الأوضة طول الليل. طيب اهدى اهدى، هعمل لك شاي. لا 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 لا، خش نام انت، انا عارف عندك شغل بكرة. هعمل لك شاي وقوم انام. الحقوق دي هتموتك. هو انا لسه ما متش؟ ده انا مت بالحياة. سمير، أنا عايزك تبقى هادي ومبتسم طول الوقت، سامع؟ وبلاش تعليقات سخيفة، سامعني؟ 100 مرة قلتلك ما بحبهاش طويلة كده. حلوة كده، مش عجباني. عجباني أنا. عارف يا دكتور رضا أبويا بيملك قد إيه في المستشفى هنا؟ نعم. الكرسي ده هو حطيني هنا عشان أبقى المدير، أنت بقى فاكر نفسك المدير، دي تبقى مشكلتك. أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه. صحوبيتك مع حاتت ممرض بره المستشفى ما تهمنيش، انت هنا طالب امتياز وبس، وهو ممرض وبس، ملوش دعوه بمرضى القلب. انت سامع؟ انت عارف كويس ان نور يعرف عن القلب اكتر مني منك. خلاص خليه يجي يقعد على الكرسي هنا وانا اروح احمل مرضى. اعزائي المشاهدين، ضفنا اليوم اسطوره التدريب الرياضي خلال العشرين سنه اللي فاتت، كابتن شكري. ممكن تقول لنا على دورك في خلق الموهبه دي؟ والله أنا كرست حياتي كلها لابني سمير، وربنا والحمد لله وفقنا، بس سمير موهبته لعبت دور كبير جدا في نجاحه. يا جماعة، أحب أعلن لكم إن سمير شكري ابني هيتنقل لنادي الأمل كراس حربة السيزون ده. هو فريق الأمل فريق كبير ولي سمعة كبيرة واسمه كبير، و كابتن رافت هنا مدرب متميز، وانا متحمس جدا للموسم الجديد يعني. وامتى تم عقد الصفقه اللي ما كانش حد متوقعها دي؟ لا، هو في الحقيقه ما كانش لسه اي حد. لا يا جماعه، هو في الحقيقه احنا جات لنا عروض كتيره جدا من انديه مختلفه، لكن قرار سمير ابني للانتقال لنادي الامل تم اتخاذه في 24 ساعه فقط. فاضل في عمري كام يوم يا دكتور؟ ما تبطل بقى. على فكره الدواء الجديد اللي انا اديته لك خلى حاله قلبك مستقر اهي، شوف نفسك. يعني لما ابتدي مشروع التبرع بالدم بتاعك هينفع اشارك؟ انت عارف ان قلبك ما يستحملش. خلاص، يبقى اتبرع دبل، مره ليك ومره ليا. دكتور رشاد منعك انك تدي اي استشاره طبيه. ما بيفهمش حاجه، وكمان مش هينفع ليه سيبني نهون على المرضى اللي هم فيه. انا عارف وشايف ان كل مريض انت بتتابعه حالته النفسيه بتستقر، بس هدي اللعب شويه. مش ناوي تقولها انت فين؟ هيفيد بايه؟ كده احسن. انا بقى هقولها. وهتجيب نمرتها منين يا فالح؟ اهلا الخير كتير. هند زكي 5-82-42، هات الورقه دي اهو، اتكلمها. نور هطيرها من ايدك، هند بتحبك. والدكتوراه؟ لا يا نور، انا بقى مش اقل من 5 سنين. لو بتحبني بقى تبقى تظبط. بتحبك؟ المشكله دي مشكلتك انت. ردت عمرك ما تخطى حاجز الخوف اللي اتبنى جواك. على الاقل انا عندي سبب مخليني مش عارف اتجوز، مش زيك بس ليك في اللعب، لكن عند الجد تزوج. انت عايز تتخانق ولا ايه؟ مش دي الحقيقه؟ سهام وياسمين الممرضات وصفاء اللي صاحب القهوه، دول بس اللي اعرفهم. خلاص بقى، احنا الاثنين مليانين مشاكل. ولا تعيرني ولا عايرك، العنس طايلني وطايلك. ازاي ياخد قرار كبير زي كده من غير ما يعرف رايك؟ وحد يطول يبقى تحت ايدين كابتن رافت زهني اكبر مدرب في البلد. بقول لك ايه، ما تاكلنيش بكلمتين. انا عارفه كويس انك عمرك ما حبيت فكره انك تتدرب تحت ايد بابا. فجاه كده اتغيرت ولا هو باباك اعلن في المؤتمر الصحفي وحطك قدام الامر الواقع؟ الامر الواقع ان انا بقيت نجم النادي، الاصول تفرحي لي. سمير، ابوك بيحركك زي ما هو عايز. منى، ما اسمحلكيش تكلمي عليا بالطريقه دي، ده ابويا، انت مش عارفه اضحي قد ايه علشاني. احنا نضحك على بعض. انا عارفه كويس جدا انك ما كنتش عايز تخش تربيه رياضيه، ولا نسيت انك كنت مقدم فنون جميله وهو اللي حولك وجاب لك واسطه يدخلك بيها تربيه. وانت عايزه تتخانقي بقى وخلاص؟ تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم.
احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأني نيري هين وحملي خفيف. إيه رأيك؟ راحة؟ مفيش راحة، ده كلام. لا دي حقيقة، المسيح فعلا ريحني شفاني. يا ابني كان اتصلح حال الدنيا من آلاف السنين، لكن أقول إيه بقى؟ أنت مدمن الكتاب ده وأنا مدمن العلبة دي. المهدئات دي هتدمرك، خد جرب، اقرا فيه وجرب. بص يا رضا، أنا ماليش في سكة التداين بتاعتك دي خالص، على الأقل مهدئات معروف ديتها. ده مش تدين، دي علاقة، علاقة مع شخص بتكبر وبتنمو وبتغير طعم الحياة. أنا كنت زمان عايش في قلق وفي خوف مستمر، لكن بعد ما آمنت بقوة المسيح السلام ملأ قلبي والخوف راح. آه صح، علشان كده أنت متجوز هند وعندك بنت ولدين، صح؟ لا، في موضوع هند ده أنا محتاج لي زقتين. زقتين؟ ده يا ابني لو بلدوزر مش هتتزق. أنت عليك مسؤولية كبيرة، تفتكرش إن أنا حبيلك عشان تخطيب بنتي؟ متخافش يا كابتن، خطيب بنتك مش هيخيب ظنك. الله، دي جميلة قوي. أنا ليا الفخر كناقدة فنية إني أشهد إن خطيبي فنان موهوب. أنا ابني مواهبه كتيرة، لكن المهم عندي الأولويات. والله بقى الأولويات دي بتفرق من شخص للتاني. أيوة، بس أنا سمير ابني أولوياته معروفة، إنه يلعب كورة ويسجل أجوان، مش يضيع وقته في هوايات تافهة زي دي. يلا يا سمير، إحنا تأخرنا. اسكندرية الأسبوع الجاي زي ما اتفقنا. لا مش هقدر، أنا صحتي اليومين دول مش قد كده، خليها مرة تانية. يلا يا سمير. وأنت يا سمير؟ ولا سمير كمان هيقدر، أنت عارف إن سمير اليومين دول لازم يتمرن كويس. يلا يا سمير. معلش المرة الجاية. هو أنت مش ناوية تحمدي خالص؟ أبو يومي عاش 30 سنة ناقر ونقير تحت سقف بيت واحد. خافوا من كلام الناس اللي انفصلوا؟ خافوا علينا أنا وأخواتي من الفضيحة. عاشوا في حلبة مصارعة، والدافع الوحيد الأولاد ما يتشردوش. أديك هو ما تشردتش. ما أنت شايف مشكلتي مع هند؟ وده دخل إيه في ال أنت؟ أنا أحسن بكتير من زمان. ربنا صلح في حياتي كتير. أهو بصلي إنه يكمل ويشفي الجانب ده من حياتي. هيشفيك إزاي يعني؟ أنا كنت زمان مليان عقد، منطوي مكتئب، عندي شعور دائم بالنقص، حاجات كتيرة. لكن بعد ما آمنت بيه لقيت إن أنا عمليا بتحسن من نواحي كتير. عمليا الله في السماء فوق والعبد لله في تعاسته تحت. أنا داخل أنام. ليه كام سنه بتعمل الحكايه دي؟ من زمان. ليه؟ ازاي ضميرك يسمح لك تعمل كده؟ الله، ضمير انا بس اللي يسمح لي؟ ما تشوف يا اخي المدير بتاعك ازاي ضميره يسمح له، حتى ما قالكش واحد بيموت في الشارع علشان ما هوش فلوس. على الاقل انا بعمله ده ما باذيش بيه حد. غلط، هو ما يبراش السرقه بتاعتك دي. عمرك ما هتفهم، لانك عمرك ما جربت تعيش يومك مش عارف لقمه العيش هتجيبها منين. على فكره سمير زي الفل، بس ابوه. وانا هتجوزه هو ولا هتجوز ابوه؟ ما احنا بنتي خايفين عليكي، بدل ما تغرقي في بحر الرومانسية وتفوقي بعد فوات الأوان. تخفيش عليا يا ماما، بنتك قدها وقدود. احنا مش هناكل بقى ولا ايه؟ ايه اخبار الاكل يا كابتن؟ كله جاهز اهو، يلا بقى. رأفت، اطلب الاسعاف يا منى. اتفضلوا هنا وخلوك عليك كمان شويه. حقنة انسولين 500 بسرعه. عنده سكر يعني
حط انسولين 100 مفيش خطوره على حياته. بس انسولين 100 مش هيأثر بحاجه يا نور. دكتور رضا بلاش اكتر من انسولين 100، انا متاكد قلبه هيحصل له حاجه. دكتور نعمل ايه؟ حالته مش مستقره. خلاص خليه انسولين 100، ربنا يستر. المفروض انك تكافئه مش تفصله. افرض الراجل كان مات، مين كان هيبقى المسؤول؟ طبعا لا الممرض ولا انت طالب الامتياز، انما انا مدير المستشفى. لو دكتور حلمي ابوك كان هنا عمره ما كان هيوافق على فصله. وانا هنا المدير وده قرار نهائي. انا هقدم شكوى. شكوى من طالب امتياز ضد مستشفى خاصه ولها سمعتها لا هتودي ولا هتجيب. على فكره مدير الهلال الاحمر جاي بكره معجب بفكره مشروعك، ولو اقتنع هيطبق الفكره. بس ده مش عدل، الدنيا مليانه ظلم، بس ربنا ما رضاش بالسوق واكيد مش هيسيبك كده. موقف زي ده معناه حاجه واحده، يا اما ربنا نسيني يا بقى عاقبني يا مش هعمل اللي بيحصل لي. اسيب لك انت بقى الاختيار. نور الحق. ايه التلاجه مش شغاله؟ احنا متشكرين قوي يا دكتور. انت انقذت حياتي، انا عمري ما هعرف ارد لك الجميل ده. انا ما عملتش حاجه، اللي انقذ حياتك فعلا شاب ممرض مسكين. النتيجه اللي عمله ده اترفض. انا مش فاهم حاجه. انا هقول لك على حصل. ليه قد ايه مش شغاله؟ نص ساعه. بقول لك يعني لازم امر على عنابر دلوقتي، صلحها انت ولو ما اشتغلتش انا اللي الاكياس في الثلاجه الكبيره. ممكن ربنا سهل. انت حته ممرض لا راح ولا جه. بره 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 بره. مش قلت لك ربنا مش هسيبك؟ الباب بيتقفل من ناحيه بس بيتفتح احسن 100 مره من ناحيه تانية. تعال معايا. دكتور رضا قال لي على كل اللي حصل، انا مش عارف اشكرك ازاي. انا ما عملتش حاجه. انت انقذت حياتي ومكافئتك انك اترفدت. انا محتاج ممرض شاطر ومش هلاقي احسن منك. هكلمهم عندي في النادي علشان يعينوك ممرضي الخصوصي. رضا بيقول لي ان جراحه القلب اختصاصك وهوايتك. ده غير الحوافز وبدل السفر، يعني وظيفه وسكن يا نور. ايه ده؟ انا مش مصدق، ده كتير قوي. خلاص انتوا معزومين عندي في الشاليه، نتعشى سوا الليله. عشان كده درست كل حاجه عن القلب. خوف ان قلبي هيقف فجاه كان الدافع اللي خلاني اشتغل في التمريض وادرس القلب. واهلك يا نور عاملين ايه؟ لا هو يتيم وملوش حد قريب بيسال عليه. احسن، فلو حصل لي حاجه يبقى ولا من شاف ولا من دري. ده سمير خطيب منى لما عرف اللي حصل جه على طول. كابتن رافض سلامتك الف سلامه، ازيك دلوقتي؟ اهو زي الحصان. يعني هو ام شكري ما يدكش الاذن انك تيجي الا لما يعرف ان بابا في المستشفى. ليه منى بالراحه عليه؟ خليه ياخد نفسه. اعرفكم ببعض، دكتور رضا ونور سمير شكري. فرصه سعيده جدا، انا بتابع الماتشات بتاعتك كلها. احنا ما اتقابلناش قبل كده؟ لا ما افتكرش. شكلك مش غريب عليا خالص. واحد زي يجيله شرف فين يقابل لعيب كوره مشهور زيك. عمي احنا لازم ننقلك بقى على مستشفى القاهره وهناك تلاقي الرعايه اللازمه. احنا هنكمل الاجازه عادي وهو نور يلحق يجهز نفسه ونسافر مع بعض. نور انقذ حياه بابا في المستشفى وبابا طلب منه انه يبقى الممرض الخصوصي بتاعه ويجي مع القاهره. كابتن رافت انا اسف، دور على ممرض تاني غيري. الله ليه يا نور؟ احنا مش كلنا اتفقنا؟ ده قرار نهائي. كابتن سمير معاه حق، هناك في مستشفى النادي هتلاقي رعايه افضل. عن اذنكم. متشكرين جدا. خلي فلوسك في جيبك، انا اديت واجبي كفايه عليا كده. شغلانه هتريحك ماديا، هتشتغل في مستشفى متخصصه في امراض القلب وهتلاقي متابعه ممتازه لحاله قلبك. واديك اهو اترفدت من شغلك هنا في اسكندريه، يبقى ترفض ليه؟ تصرفك ده نور مش منطقي ابدا. من امتى حياتي ماشيه بالمنطق؟ الله، يبقى سددت الباب اللي فتحه لك ربنا ده ليه؟ الباب؟ الباب اللي هاني يفتحه في وشي؟ باب جهنم. انا مش فاهم. طب فهمني. سيبني في حالي يا رضا. لا مش هسيبك الا ما تفهمني. سيبني في حالي يا اخي. you
شباب خبر الموسم، ايهاب زهني هيلعب معانا. ايهاب زهني المصري الوحيد المحترف في هولندا من 5 سنين. ايوه هيلعب معانا هنا في الفريق. يبقى الموسم كده في ايدينا. بقول لكم ايه، مش عايزين نتغرر في نفسنا، التدريب مكثف زي ما هو. بكره اللي هيجي لي 10 و5 خصم على طول. يلا هونا، مع السلامه. بس كده يا كابتن هيكون في 2 راس حرب في الفريق. هتقسموا المباريات بينكم بالنص. انا اسف يا سمير بس دي تعليمات من فوق وانا مفيش في ايدي حاجه. ثم ان دي فرصه ليكم انتوا الاثنين، وانا واثق انك في مبارياتك هتسجل جوان. ايه ده؟ تلاقي فصل دي ما بتحصلش ابدا. واضح الاهمال في المستشفى زاد قوي من بعد ما والدك مسافر. انا لازم اعرف مين المسؤول عن الاهمال ده. وانا كنت لازم امر على عنابر، وانا قلت نور وهو وعدني انه هيصلح التلاجه. نور ده قصدها بقى بينتقم، اطرده من هنا ارجع ابوظ التلاجه. انت ما زلتش رشاد لوحده، انت دمرت مشروع كان ممكن يفيد ناس كتير احنا بنيناه سوا. اخدت ايه من مساعده الناس؟ ها قول لي اخدت ايه؟ الطرد؟ ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش قد ايه المشروع ده كان يهمني؟ اذا كنت فاكر ان بالجحود وقساوه القلب هترد الاذى تبقى غلطان. انت اللي خسرت يا نور، اقلها خسرت انك تعنطني في ظهري. ريحه الاوضه قبر. ما انا مش هسيبك كده. يلا قوم قوم، انت بقالك 3 ايام ما اكلتش. عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي عملته فيك انت؟ ايه يا اخي ما حرمتش؟ ابعد عني احسن، طول ما انت معايا تتاذي. يعني انت عايزني اشوفك بتموت نفسك واسكت؟ مش هسيبك الا ما تاكل. يلا قوم 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 يا اخي بقى قوم. يوه على الاكل، ادي الاكله. ممكن تريحني وتطلع برا؟ على فكرة يا رافض، التغيير اللي انت عملته النهارده ده كان أكبر غلطة. الفريق كان مهزوم، وإيهاب هو اللي أنقذ الماتش. يا راجل أنت لو استنيت على سمير 5 دقايق بس كان هو اللي أنقذ لك الموقف. سمير دلوقتي بقى نمرة 2، وإيهاب اللي هيكمل معايا الموسم. الله 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 الله، أنت ناوي تركن سمير على الرف ولا إيه يا رافض؟ سمير أنا بعتبره زي ابني،
لكن إيهاب أثبت مكانته ومصلحة النادي في كل اعتبار. أنت لو في مكاني هتعمل إيه؟ بقول لك إيه؟ لا أنت ولا العشرة زي إيهاب بتاعك ده هيقدروا يركنوا سمير ابني على دكة الاحتياطي. واضح؟ لا 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 ما كنتش اقصد سيبني. نور نور اصحى يا نور. نور نور فيه شبح. شبح شبح بيجري ورايا. اخطبوط عايز يلف حوالين رقبتي ويخنقني. بس المره دي كانت زياده شويه. فجاه لقيت شخص وشه ابيض فابيض مليان سلام غير عادي. دخل جوه الاخطبوط ومزعه وطارد الشبح. وديلي ايده. مسكت ايده. لقيته بيحضني. ولا نور انا مش بعيد زي ما انت فاكر. انا هنا جنبك. انا بحبك يا نور. انا بحبك. مش ممكن. معقوله؟ طب كان شكله ايه؟ مش عارف. زي الملاك. طب وانت حاسس بايه دلوقتي؟ سلام وراحه. فلتجدوا راحه لنفوسكم. تعالوا الي يا جميع المتعبين. فاكر؟ مش معقول. ويظهر لنا ليه؟ بس انت كنت لسه بتقول انه بيحبك. واللي انا اعرفه من الكتاب ده إنك لو آمنت بيه وبقوته هو هيحررك زي ما وراك في الحلم بالظبط. بس أنا ما استاهلش اهتموا بيا. ومين فينا يستاهل؟ أنت مش فاهم، أنا عملت حاجات لا يمكن تتغفر. إذا كان على اللي حصل في المستشفى فأنا مسامحك. حتى لو أنا كنت السبب في دمار أهلي. أبويا كان عصبي ما يهموش إلا الكورة. شفت أمي بتتهان منه يوم بعد يوم. في يوم دخل بيت متعصب مسك امي من شعرها وجرها على السلالم. جريت وراه حاولت انقذها من ايده. بابا فقد توازنه وقع من على السلم. عمود الفقري انكسر واتشل. بعدها اتهمني ان انا السبب في شلله. طردني من البيت واقنع اخويا الصغير إن الابن العاق اللي هرب. ما كانش في أي اتصال بينكم طول المدة دي؟ ماما كانت بتبعت جوابات من وقت للتاني. حالتي النفسية تعبت. ماتت بعد اللي حصل بثلاث سنين. من ساعتها ما بيسألش فيا. عشان كده رفضت تشتغل مع كابتن رأفت؟ أنا السبب. أنا دمرت العيلة. الإحساس بالذنب بينخر في عظمي. مش قادر اتخلص منه. اللي مدمر حياتك هي عقدة الذنب اللي رباها ابوك جواك. ويمكن الحلم ده محاولة إلهية لإظهار الحقيقة دي. والحلم هيغير بإيه؟ أنا لسه مذنب. اللي عملته معاك والسرقة والجروح اللي سببتها البنات كتير لسه معاصي عمرها ما هتتغفر. تأثيرها عمره ما يتمحي. أنا ما قلتش إنك مش وحش. إنك مش خاطئ. أنت خاطئ وأنا خاطئ. مش بس عشان لسة المعاصي اللي ارتكبناها، لكن عشان الطبيعة اللي ورثناها من أبونا آدم لما عصى زمان. الخطية دي زي الجذور والثمر اللي بتطرحه الحقد والسرقة والغضب والانتقام. وهو جالك في الحلم عشان يفتح لك طريق جديد ويخلصك من أصل الخطية. سمعتك كتير بتكلمني عن الله، بس كنت كل مرة بوجد أعذار وحجج علشان عمري ما صدقت ان واحد زيي ممكن يتغفر له. عشان كده المسيح جه على الارض وعاش ومات على الصليب عشان ياخد احمال الخطايا اللي احنا ارتكبناها. وبموته وقيامته دفع ثمن حريتنا وضمن لنا الحريه. هو وحده اللي يقدر يخلصك من خطاياك لو انت امنت بيه. نفسي اصدقك. ما هو قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. عند المسيح الراحة الحقيقية يا نور. وانت قربت قوي. ممكن تفتح شنطة العربية لو سمحت؟
اتفضل معانا. اتفضل. هايل جدا اللي الطريقه كانت صح. انا ما اعرفش عنهم حاجه. انا محتاج سمير بقيه البطوله. يبقى لازم تعوضه عن الاهانه اللي انت قدمتها له. طلباتك يا كابتن شبري. تغطيه اعلاميه ويتقال فيها ان سمير ابني هو نجم الفريق الاوحد. مفيش مانع. مرتب الاسبوع يزيد ولغايه نهايه الموسم ده. حاجه تانيه؟ انا كنت مجهز عقد للموسمين اللي جايين علشان اضمن بيهم ان سمير ابني يبقى راس الحربة الوحيد في الفريق. ياه ده انت مجهز كل حاجة. انا مستقبل سمير ابني اهم شيء في حياتي، وانت عارف كويس قوي ان انا فنيت عمري كله علشانه. كابتن شكري، في حاجة انا مش قادر افهمها. ايه هي؟ انت مدرب خبير وعارف، لو ايهاب كان فعلا مدمن مخدرات كان هيبان عليه في التدريبات في الماتشات، بس ده هو ما شاء الله صحته زي الفل. مش غريبة دي شوية؟ الصلاة اللي علمها لنا المسيح بتقول اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا. لو أنا ما غفرتش أنا نفسي بعيش في عبودية عدم الغفران اللي بتولد المرارة والحقد وبتسمم حياتنا. عدم الغفران سم بيسري في عروقنا، وشفاءه الوحيد الغفران. مش هيقبل، هيرفض، مش هيفهم. انت بتعمل كده علشانك مش علشانه هو. وسمير اكيد كله يعرفوا عني ان انا جاحد وشرير، عشان كده لازم يعرف الحقيقة. مش هيصدقني. على الاقل هيبقى قدامه الاختيار، لكن لو ما سمعش منك هيعيش تحت تأثير الكذب للأبد. هو ده اللي كان بيخطط له شكر وابنه، يلطخوا سمعتك فتترفد من النادي وسمير يرجع يبقى نمرة واحد تاني. يعني هما اللي حطوا المخدرات في العربية؟ يا هما يا حد من طرفهم، لكن ما تقلقش انا اعرف ناس في الوسط ده هندفع لهم وهيوصلونا اللي عملها بالظبط. تنوع على ايه؟ اللي يتعمل كتير والبادي اصلا. منى انا عايزك تقطعي علاقتك بسمير. بابا انت بتقول ايه؟ سمير مش مناسب ليكي، صدقيني انا خايف عليكي. انت طول عمرك بتحب سمير، ايه اللي حصل خلاك تتغير من ناحيته كده؟ سمير وابوه ليهم دخل باللي حصل لإيهاب. انا متاكده ان سمير لا يمكن يأذي حد. انا عارف، لكن انا شاكك ان شكري هو اللي يكون دبرها. انا عارفه مفيش حد وقف في طريقه في العشرين سنه اللي فاتوا الا واتأذى. وانت بقى عايزني اعاقب سمير على اللي ابوه عمله؟ اكيد سمير عارف، بس مش قادر يعارض ابوه. بابا انا بحبه. منى كفايه بقى، فوقي من الوهم بتاعك. اللي بتحبيه ده شخص ضعيف ملوش شخصيه، ابوه بيحركه زي شطرنج. الو الو سمير، انا نور اخوك. واحد بيقول ان نور اخويا. نور ده مات مات. بابا انا محتاج اتكلم معاك انت وسمير، ممكن اجي اقابلكم؟ لا يا اخي انسانا بقى وسيبنا في حالنا. بابا ده تليفون من جوه مصر، انت قلت لي النور مسافر. اخوك شلني وهج ونسينا من 15 سنه، ده حتى امك ماتت بحضرتها عليه. ثم انا ما يهمنيش ان كان هو في الخارج ولا هنا، ان شاء الله حتى يتحرق. طب ما نقابله. انت مش شايف عمل فيا ايه؟ اسمع يا سمير، انا ماليش غير ابن واحد بس اللي هو انت، سمير وبس. سامع ولا لا؟ واسمع يا سمير، اوعى تفكر انك انت تقابله أو حتى تتصل بيه. سامع؟ تفضلي، إيه المسج اللي بعتها لي امبارح دي؟ قلقتيني. سمير، أنا عايز أسألك حاجة بس تجاوب عليا بسرعة.
لو السؤال بتحبني قلت لك 100 مره بحبك. لا عمو شكر، ليه علاقه باللي حصل لإيهاب؟ ايه بتتهمي ابويا انه تاجر مخدرات يا منى؟ مش انا، بس اصل بابا يعرف إيهاب كويس وعارف انه ملوش في المخدرات، فكان شاكك يعني ان عمو شكر شاكك بعد ما تخلى عني وركني عرفت كمان بيتهم ابويا اتهام حقير زي ده. انا ما اسمحش لاي حد يمس ابويا بكلمه واحده. سمير بس هو اللي ابتدى وركنك على الرف. انا ما قضيتش عمري كله علشان اشوفك قاعد على دكه الاحتياطي. بس منى مش هتسكت. ما عشان كده لازم تقطع علاقتك بيها وفي اسرع وقت. بس انا بحب منى. ما هي منى لما هتعرف الحقيقه هي اللي هترميك، مش هترضى ترتبط بمجرم. انا ما عملتش حاجه، انت اللي خططت كل حاجه بنفسك. وافقت ليه؟ انا عمري بعرضك في حاجه؟ انا طول عمري موافقك. طب ما تشوف انا وصلتك لايه؟ خليتك لعيب الكره نمره واحد في البلد. يا بابا منى اهم بالنسبه لي من كل الكلام اللي انت بتقوله لي ده. يا سمير يا ابني، انا من يوم ما امك ماتت واخوك الكبير سابني ونسي انه له اب كرست حياتي كلها لرعايتك. شوف سحرها عمل فيك ايه؟ هو ده اللي انا خايف منه. هيجي اليوم اللي تتخلى فيه عن ابوك. يا بابا مش هتخلى عنك في حاجه، بس انا عايز افهمك ان منى بالنسبه لي اهم. يا سمير انت قدامك اختيار واحد، اما ابوك العجوز اللي فنى عمره كله عشانك يا اما حبيبتي القلب. يا بابا انا بحبها. يا خساره، ابن البكري يشلني وينساني وابني الصغير يتهوز ببنت هتقضي على اللي باقي من عمري. يا خساره. ده كارت دكتور متخصص في امراض القلب، انا كلمته وهو مستعد يتابع حالتك. متشكر يا رزق. شكرا. ما تيجي نصلي هنا في اي وقت وفي اي مكان؟ الله بيسمع يستجيب لما ندعيه. ابونا السماوي الصالح، احفظ نور في رحلته وارشده بحكمتك في محاولته لمصالحه ابوه واخوه، احفظه من الشر والتجارب باسم المسيح. امين امين. خد دور، محدش عارف هتقعد قد ايه. متشكر، ده كتير قوي يا رضا. انا اللي متشكر يا ماما، كوني اشوف التغيير اللي حصل في حياتك وشجاعتك انك تتخطى حاجز الذنب اداني انا كمان شجاعه وايمان اني اتخطى حاجز الخوف. معقوله؟ انا هتصل بيها. كابتن رأفت فاكرني؟ انا نور اسكندريه. اه طبعا فاكرك. اهلا، ازيك يا نور؟ انا كنت عارف انك هتيجي. انا في الحقيقه مش جاي عشان وظيفه، انا جاي اقابل سمير. سمير سمير برضه كابتن اقنعك تيجي تشتغل هنا ولا ايه؟ انا جاي هنا النهارده علشانك. انا نور اخوك. انا ماليش اخوات. سمير اسمعني بس، انت لازم تعرف الحقيقه. كانت حادثه، دفعت عن امي وهو وقع السلم، من ساعتها ما سالش فيا. قلت لك انا ماليش اخوات. انت اخوه؟ لا، انا لازم افهم ايه الحكايه بالظبط. مش بس انا، منى كمان.
ثلاثة في الضلمة ضربوني. حبيبي سمير، أقول لك عملوا لي ثلاث عمليات في ركبي. طمني يا دكتور. للأسف يا سمير، احنا حاولنا على قد ما نقدر، لكن ركبتين كانت حياتهم صعبة قوي. يعني ايه، مش هلعب كرة تاني؟ للأسف لا. يا دكتور انا ممرض، اخو سمير شكري، ممكن من فضلك تقولي حالته عامله ايه؟ اوكي. نور، انت معادك الاثنين اللي جاي، كان في معاد بيننا وانا نسيته؟ لا ابدا يا دكتور، انا جاي اشوف حاله اخويا سمير شكري. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض؟ دكتور شوكت واقف انا اتابع حاله قلبي. دكتور رضا زميل نور كان طالب عندي وطلب مني اتابع حاله نور. اوكي. طبعا اذنكم. اتفضل. مال قلب. ايه اللي جابك يا ابني؟ ما تمشي تروح لحالك وتسيبنا في حالنا. بس اكتر الله اشوف اخويا في محنته. مش انت السبب؟ انا؟ ايوه انت. انا لو كنت بمشي على رجليا ما كنت سبت شويه البلطجيه دول يعملوا في اخوك كده ابدا. عايشين يا عمر كله ادفع الثمن ان انت على الكرسي ده. انا مش مسؤول عن اللي حصل. انت عارف كويس قوي ان ما كنتش اقصد. ما كنتش تقصد. ده انت بايديك دول زقتني، رميتني على السلم، شلتني. امشي من قدامي، مش عايز اشوف وشك. امشي. على العموم انا كنت عامل حسابي ان ما اراكش وشي طول العمر، لكن اتشفيت. اتشفيت من الجرح اللي كان بينزف جوايا سنين وسنين، واكتشفت ان البغضه والمراره عمرها ما بتشفي، بتدمر. حاجه واحده بس هي اللي بتشفي، التسامح والغفران. انا مسامحك اللي عملته فيا. تسامحني على اللي انا عملته؟ انا عملت فيك ايه يا ابني عشان تسامحني؟ ده انت اللي دمرتني. انا اللي هعيش عمري كله مش هسامحك على اللي عملته فيا. بابا قال انك هربت، طفشت من البيت بعد ما شليته. انا دفعت تمن اللي عملته السنين دي كلها. سمير انت لازم تعرف ان هو اللي طردني، انا عشت بيت غصبا عني. لكن انا هنا جنبك. ضربوني في ركبتي بالقصد، مش عايزين نلعب كرة تاني. دمروا حياتي. عايش ليه دلوقتي؟ حياتك مش بس في الكورة. حياتي هي الكورة. امتي في رجليا ورجليا بقت عجزة. امتي دلوقتي ولا حاجة. صفر. امتك في اللي خلقك. سمير مش عايزك تخش دايرة الأسى اللي عشتها طول حياتي. الإحساس بالذنب كان بينخر في عضلي. لغاية ما قابلت المسيح. الحرارة. انت كمان ممكن ملاك بالسلام، بس لو امنت بيه. حتى لو مش هترجع تلعب كرة تاني، انتك في عينه هتفضل غالية عشان بيحبك. انت جاي تضحك عليا بمحاضرة دينية؟ اطلع برا، سيبني في حالي برا. ما تخافش يا سمير، انا هسفرك تتعالج في اوروبا، في امريكا، في اي دولة في العالم. بقول لك هتتعالج وهتخف. انا مش هسيبك تقعد على كرسي ابدا ابدا. ايه كنت عايزني اشوفه يدمرك واسكت؟ انا مش عايزك تضعف يا سمير. انت هتتعالج وهترجع اللعيب نمره واحد في الملاعب زي ما كنت غصب عن اي حد. انت سامع؟ لا، انا عشت حياتي كلها عشان الحلم ده، ومش هسمح لاي حد انه يدمره مهما كان مين. انت ازاي قادر تلتمس العذر لشخص دمر حياتك؟ انا ضعت 15 سنة من عمري عبد الاكتئاب وتأنيب الضمير، بس دلوقتي انا حر.
وانا لو جيت الانسان اللي دمر 15 سنة من عمري وديت اغفر له، حتى لو بابا ما قابلنيش انا لسه حر. دي معجزة يا منى. انت لازم تحكي لسمير على كل اللي حصل ده، ودلوقتي بالذات هو في اشد الحاجة الامل يعيشه. لا من فضلكم استنى بقى. من فضلك خليني اخش معاك. انت بس خليك انت مع بابا، اول ما اعرف اللي حصل في الموضوع. حاول انتحر، قطع شرايينه، محتاج نقل دم بسرعه. وصل له فقد دم كتير قوي. اتصل بنك الدم بسرعه، خليه يبعته او نيجاتيف. هو في ايه؟ مش حالته كانت مستقره؟ انا شفت دم في كل حته، ربنا يستر. سمير يا دكتور، دي اخر عبوه. هلو دكتور ماجد، معاك؟ مفيش او نيجاتيف؟ طب مفيش بنك مستشفى الغرباوي؟ مفيش في القاهره كلها؟ ايوه انا عارف، ناقص في كل حته من 5 لـ 6 ساعات. طب ممكن تبلغهم بسرعه اللي انا محتاجه في اسرع وقت؟ شكرا يا دكتور. الفاضل مش هيكفي، كلها ساعتين. الا بقى لو حصلت معجزه ولقينا متبرع عندي نفس فصيله الدم. انا هو فصلتنا واحده. انا عرفت من دكتور شوكت انك مولود بقلب ضعيف، يعني قلبك ما يستحملش. دكتور سمير حياته في خطر، ونقل الدم منك هيخليكم انتوا الاثنين حياتكم في خطر. مش مهم، المهم سمير يعيش. انا مقدر موقفك، بس ده ضد القانون، وانت ممرض وعارف. امضي على تعهد اني اخدت قرار ده من مسؤوليتي الشخصيه. لا لا يا علي لا، اتفضل بره. ما تقلقش سمير، هبقى كويس. كان نفسي فيه اكتر من كده، بس على المهم لو حاجه حصلت خليك فاكر ان تركني مسامحك. بعد ساعه ونص تجيلي اوضه 112 مكتوب عليها العاملين فقط، هستناك هناك. هديك حاجه مهمه قوي تديها لدكتور ماجد. طيب فهمني ايه اللي بيحصل بالظبط. بلاش اسئله، حياه سمير متوقفه على انك تيجي اوضه 112 بعد ساعه ونص بالظبط، يعني 5 الا ربع. خد البلطو ده، ما حدش يسالك كتير راحه فين لما اشوفك لابساها. رضا سمير لازم يجيله نفس الفرصة اللي جات لي، عشان كان عايش في نفس العذاب اللي أنا عايش فيه. رضا سمير مش هجيله فرصة غير اللي أنا عملته النهاردة. لو حصل لي حاجة لازم تقول له زي ما قلت. مش هيبقى له فرصة إلا باللي أنا عملته النهاردة. لو حصل لي حاجة أنت لازم تكلمه.
وتقوله زي ما قلت لي. نور دلوقتي في السماء، هو سعيد هناك. أنا فخور باللي عمله. لما كنا عايشين سوا في اسكندرية كان عصفور محبوس في قفص. هو أصر إنه يواجه الماضي ويشهد عن الشخص اللي غير حياته. المسيح مش بس حرر نور من ذنوبه، لكنه شفاه من شعور والحوادث حصلت هو بريء منها. نور في آخر أيامه اختبر قوة المسيح وآمن بأن موت المسيح على الصليب كان تضحية كبيرة. المسيح ضحى بيه عشان يحرره. ولما نور اتحرر كان نفسه يشارك الحرية دي معاكم، لكن الظروف كانت ضده. نور كمان ضحى بحياته عشان يشوف سمير أخوه قدامه فرصة انه يتمتع بالحرية اللي هو ده. دي مش النهاية، دي البداية، بداية جديدة. الرسالة دي كان كتبها نور قبل. سمير، يمكن لما تقرأ الجواب ده أنا ما كنتش معاك، لكن أهم حاجة عايزك تعرفها إن قيمتك مش في مهارتك وشهرتك في الكورة، قيمتك في اللي خلقك. المسيح بيحبك. أخوك نور. على فكرة التاكسي هيعدي علينا الساعة 7 عشان يوصلنا المطار. فاكرة بابا مرة لما رجعت البيت وأنا في إعدادي كان معايا شهادة تقدير في مسابقة الرسم؟ فكرتش تبص ولا لحظة واحدة، كان نفسي تقولي أنت فنان. على فكرة الدكتور في لندن طمني وقال لي إن ركبك دي ممكن تخف وترجع تلعب تاني. أنت برضه مش عايز تسمعني. بقولك إيه، الحق نام لك شوية قبل ميعاد الطيارة. رد عليا، واجهني ولو مرة واحدة في حياتي، فاكر ولا مش فاكر؟ انت كان لازم تركز قوي 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 عشان توصل لحلمك. ده مش حلمي، ده حلمك انت، وانا عشت طول عمري عشان احقق لك حلمك. حلمك ده اتدمر وانت اللي دمرته بنفسك. انا واثق ان دمه اللي بيمشي في عروقك ده هو اللي هيجك عليا. انت عذبت امي لغايه ما ماتت، ربيتني على كراهيه اخويا الوحيد، طردت من وسط اهل بيته. في اب يجيله قلب يعمل كده؟ انت مش عارف حاجه. اخوك ده موتني بالحياه. انا كنت خلاص هتعين مدرب المنتخب، المستقبل كله قدامي مليان بالامل. يا اخوك في لحظه وزقني من على السلم شلني، واديني من ساعتها قدامك كل عضو قاعد على كرسي. هقضي بقيت عمري كله عاجز ومشلول. اتصل بقى بشركه الطيران عشان فلوس الطياره ما تضيعش عليك. بقول لك ايه، انت هتسافر يعني هتسافر؟ مش هسافر يعني مش هسافر. العصفور اللي انت حابسه في القفص ده طار ومش هيرجع تاني. قيمتك مش في مهارتك وشهرتك في الكوره، قيمتك في اللي خلقك. المسيح بيحبك. نور كمان ضحى بحياته عشان يشوف سمير أخوه قدامه فرصة انه يتمتع بالحرية اللي هو ده. دي مش النهاية، دي البداية، بداية جديدة. يا رب ارشدني، انا محتاج لك. ممكن الكورة هي السبب الرئيسي في تدمير العلاقات العائلية في شخصيات قصتنا. طبعاً الكورة أو اللعبة مش هم المشكلة، لأنه كرياضة هي في طبيعتها إفادة لاعبيها وتمتيع جماهيرها
وأيضا تتويج نجومها في مسابقات مثل كأس العالم. لكن مع الأسف في أشخاص يستغلون اللعبة لتحقيق مصالحهم الشخصية، والملاعب صارت ساحات قتال، والتفوه بألفاظ بذيئة ناهيك عن إظهار التفرقة العنصرية. ليه الإنسان مايل للشر؟ الحقيقة هو أنه الشر متأصل ومعشش بقلوبنا وأذهاننا وأرواحنا كبشر، وهو بيجي لنا بأساليب لتجميل نفسه وإقناع عقولنا ببراءة أفعاله. أحياناً بيظهر بصورة الانتقام والطمع أو الأنانية، وأحياناً بيجي بشكل الأخذ بالثار أو استرداد حقوقنا المشروعة. كمثال شفنا شكر المظلوم تحول إلى ظالم. ظالم ابن نور بتحميله تهمة إصابته بالإعاقة ورفضه وإبعاده من العائلة. شكري أيضاً ظلم إيهاب بس لأنه تفوق على ابن الثاني سمير، وبسبب شكري إيهاب بدوره انتقم لنفسه بشر أبشع وأفظع. والثلاثة ظلموا لعبة كرة القدم وجمهوره بأنانيتهم وكبريائهم وبتدويرهم لمصلحتهم الشخصية. هي هذه قصة الإنسان، مبدع في أحيان كثيرة ولكن بسهولة ينقاد وراء الشر بسبب الخطيئة. الدم بالنسبة للحياة مثل المي للأرض، فعلشان الجسد يعيش هذا السائل الأحمر اللون لازم يمشي بيه. والكتاب المقدس أيضاً بيتكلم باستفاضة عن الدم، وخاصة علاقة الدم بالحياة والموت. فالدليل على كون كل البشر بدون استثناء خطاة ومذنبين هو أنه مصيرنا كلنا الموت الأكيد، لأن الدم الجاري في عرقنا هو نفس الدم الملوث بخطية آدم وحواء اللي قادهم للموت. حتى نور فبالرغم كونه مظلوم إلا أنه مثل كل البشر هو بنفسه مارس ظلم بحق الآخرين. إحنا طبعا قادرين أنه نعمل أفعال نبيلة، لكن في نفس الوقت مثل نور في لحظة غضب، لحظة احتياج أو لحظة ضعف، قادرين أيضا على ارتكاب أعمال شنيعة معميين بالخطيئة اللي بعروقنا ودمنا. وحتى لو تبنى على اللي حصل، نتائج أعمالنا باقية وبتشهد بالضد منا أمام الرب اللي خلقنا علشان نكون دايما صالحين مثله. احنا كلنا مثل سمير، علشان نعيش محتاجين دم جديد. والمعروف ان عند عملية التبرع بالدم في شروط لازم تتبع. اولا صنف الدم لازم يكون مناسب للشخص، ومن ناحية ثانية مهمة جدا المتبرع بالدم عليه ان يكون خالي من الامراض وخاصة المعدية. فالدم اللي راح يشفينا ويحيينا لازم يكون دم مطهر، دم غير ملوث بالخطية، دم محمي مختلف عن دم أبونا آدم. شخصيات قصتنا مثل كل البشر كان يدوروا عن السعادة والسلام الراحة. محدش منهم كان طالب مشاكل أو ضيق ألام أو موت. وربنا ما جالس مكتوف الأيادي وتارك البشرية والعالم تحت رحمة عذاب الخطيئة، إنما هو يعمل من أجلنا وبنفسه تدخل في واقعنا في شخص المسيح بتجسده في معجزة العذراء مريم، علشان يعطينا دم الطاهر الخالي من أي تلوث بالخطيئة. وإلهنا يبحث عن أبناء وبنات الضالين، رغبته أنه يعلن طريق الخلاص لنا كلنا. نور كان مثل أغلبية الناس يعيش حياته مش عارف هذه الحقيقة، لكن جاء اليوم اللي شاف في حقيقة فادي المسيح وابتدى معاه حياة جديدة. نور شاف النور، قلب أشرق عليه وجه يسوع المسيح، وتعلم منه الغفران والمحبة المضحية. فلما شاف أخوه سمير ما بين الموت والحياة مشى بنفس خطوات ربه اللي قبل الموت لفداء كل البشر وانتصر عليه بقيامته المجيدة. فاللي يشوفون الناس خسارة، نور شافه بعين الإيمان ربح. واللي يعتبروا الناس نهاية، اعتبروا نور على أساس وعد المسيح بداية. دم المسيح قادر أن ينقذ سمير وأي إنسان، مش بس من موت الجسد ولكن من موت الروح وعذاب النفس في الجحيم الأبدي. لأن أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. المسيح يصرخ: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم.
هل تسمع صوته يناديك؟ ابحث واعرف حقيقة المسيح فاديك، وإن كانك أن تبتدي معاه حياة جديدة الآن اليوم وتستمر إلى الأبد بلا نهاية.